جاوب في 30 ثانية. كل كارت تحتيه حاجة، طلب أو سؤال. تحبي أخربش أنا ولا تخربش أنت؟ يعني إيه تخربش؟ دي لسه فاهم اللعبة حالا دلوقتي. لو طلعتي بالجوكر هتكسبي. احكي لنا موقف حصل بينك وبين بورس او فار في البيت. اول ما سكنت بحلم ان فار بيعضني، بعمل كده لقيت فار في وشي. رفعت ايدي لزق في الحيطه ونزل. والله والله والله. مين الشخصيه الاسطوريه اللي نفسك تبقي موجوده في الحقيقه؟ كليوباترا. يا سلام. شخصيه عريقه اسطوريه، يعني مش حقيقيه. مصريه فرعونيه قويه. لو هتركبي آلة زمن وهتاخدي معاكي حاجه واحده بس من الحاضر دلوقتي، هتبقى ايه؟ حسام ابني طبعا. ايه ده بس كده؟ ليه يا ماما كده؟ ابني ضنايا. هاخد تليفوني وهرجع للثلاثينات. ما هو مفيش نت. مين اكتر واحد تعرفه صاحب اكبر فاتوره موبايل؟ محمود الليث. انت امتي امل شوقي. انا صاحب فاتوره موبايل كبير، انا بقعد اتكلم كتير جدا. انت بقى مشترك في الثانيه الباقه اللي ام نت حلو دي كتير بقى. حلو. وسريع وسريع. براحتك. اكتر مره تهتي فيها كم مره؟ ما تهتيش فيها لا ولا مره تايه بصراحه. ازاي؟ عشان جي بي اس بقى وكده؟ لا عشان انا ما بسوقش. قولي خيط حرير على حيط خليل 10 مرات ورا بعض. قميص نفيسه نشف؟ لا ما نشفش. خيط حرير. ارنبنا في منور انور، وارنب انور في منورنا. قميص نفيسه نفش. ور انور وارنب انور. ايه هي اسرع اكله بتعملها لما تبقى واقع من الجوع؟ بعمل بيتزا. بجيب بيض العجينه بتاعتها بتيجي جاهزه، وجبنه تشادر اي حاجه بقى يعني. تيجوا كلهم مع بعض تطلع تاكلها. الشيف توني ماهر ايه بيض. في حد عزيز عليك قوي مش هنقول مين، عايزين نقطع في حسام شويه. وقطع فيك الا ابني. اكيد امي يعني. مين اكتر واحد بياكل في البيت؟ انا. ليلى. ايه مالك؟ والله هي اللي بص بتاكل كتير وما بيحصلهاش حاجه. النهارده ما اكلتش. نخلص بقى نروح نجيبها. السؤال بيقول لو انت سوبر هيرو، ايه هي القوه الخارقه نفسك تبقى عندك وهتعمل بيها ايه؟ هطير طبعا. اديني اوبشنز. طيب اجابه كريتيف. اجابه كريتيف. السؤال بيقول لو في اختراع بيخلي كل حاجه تضعف، اضاعف حاجه في حياتي قوتي، اضاعف حاجه في حياتي او ذكائي، اضاعف حاجه في الذكاء الفلوس. اوبا طب ما كده. ولو الفلوس انت كده بتفكري. اسرع مكالمه عملتيها في حياتك كانت لمين وقلت له ايه؟ انت. انا شاكه اني بولد. قلت لها شاكه اني بولد. توني اللبس ده انجليزي وانت جاي من الطياره ولا ايه؟ الدبوس الحلو ده ايه رايك؟ ده بلاستيك مثلا. دبوس دبوس. مين بيتاخر على المواعيد طول الوقت؟ انا ولا هي هني؟ اه طبعا. يا حبيب قلبي انا مستني جامد تجهز من 3 اسابيع. 7:30 البيت كويس بتقفل، احنا 8:15 داخلين. تقعد ساعات 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 تخلص وفي الاخر تدي نفس الحاجه. ما تقولش بقى كده قدامها بقى. اعمل ايه؟ لو هتألف فيلم عن 2020 الفيلم هيكون عن ايه؟ Most terrifying horror ever. هو الفيلم هيخلص قبل ما يبتدي. واحد في نفق ضلمة، يعني هو هيبتدي بتتر النهاية. Huge catastrophe. وكل حبة كده يلاقي بريق نور. بريق نور. رياضة، خفة دم، شقاوة، ابتكار. Huge catastrophe. فيلم عن واحدة قعدت مع نفسها وفهمت نفسها أكتر. وعنوان الفيلم يبقى ايه؟ النفق الضلمة قوي. العالم ما قبل الكورونا. لقيت نفسي. انتظرونا.